أسعد الله صباحكم متابعينا في المملكة العربية السعودية، أهلا وسهلا بكم في هذه النشرة الجوية. إذن اليوم تبقى بعض المناطق الشرقية على وجه التحديد والسواحل الشرقية بما فيها الدمام معرضة لبعض الزخات المطرية التي غالبا ستكون خفيفة الشدة. أيضا هناك أمطار متوقعة في جبال جنوب غرب المملكة التي ربما تكون بعض منها على شكل زخات الرعدية خاصة في ساعات ما بعد الظهر. الأجواء في العاصمة الرياض اليوم أكثر استقرارا، درجة الحرارة العظمى تصل إلى 23 درجة مئوية، والأجواء بشكل عام متقلبة ما بين مشمسة إلى غائمة جزئيا. درجات الحرارة العظمى متوقعة اليوم والصغرى الليلة القادمة، مع التأكيد على أن استقرار عام سيبدأ على الأجواء اعتبارا من ساعة هذه الليلة. نبدأ شمالا من سكاكا 18.6 على عرض 17.5، تبوك 18.7 درجات مئوية. غربا في مكة المكرمة 30.20، جدة 27.22، مدينة منورة 23.14، وفي الطائف 22 إلى 11 درجة مئوية. جنوبا تكون في جازان 29 إلى 26 مع فرص لأمطار رعدية، في أبها 20 إلى 12 مع فرص لأمطار رعدية، والباحة من 15 إلى 11 أيضا مع فرص لأمطار رعدية. شرقا تكون في الإحساء 21 إلى 12، في الدمام 22 إلى 12 مع فرص لزخات أمطار، وفي حفر الباطن من 16 إلى 8 درجات مئوية. أما في المناطق الوسطى تكون في الرياض 23 إلى 10، في بريدة 19 إلى 7، وفي حائل من 15 إلى 4 درجات مئوية. هذا كان لدينا بشأن الأحوال الجوية لنهار هذا اليوم. أتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم. إلى اللقاء.